وهي رخصة مزاولة المهنة، ودي أرجوك يعني نتأنى فيها شوية. نعم. هل حد ممكن يمارس الطب غير ما يبقى طبيب؟ لا. حد يمارس المحاماة غير ما يبقى محامي؟ لا طبعا. طب لما لاقي الدنيا كلها بتمارس التعليم وهم ليسوا بمعلمين، ده كلام صعب. يعني مثلا ألاقي بعض المدارس الخاصة مشغلة معلمين هم مش خريجي كلية تربية أو مش مؤهل عالي ومؤهل تربوي. نعم. اللي بيشتغل في أي يعني يمارس التعليم في أي مكان. أنا عشان بس ما أذكرش يعني. نعم. أنا بقى هنطلع رخصة مزاولة المهنة بحيث إن اللي يشتغل في مدرسة خاصة أو حتى في مكان تاني على الأقل الدولة مطمئنة إنه مؤهل تربويا وتعليميا وعارف إزاي ينمي تفكير وعايز تفكير ناقد وتفكير ابتكاري وعمليات عقلية. لأن الموضوع مش إن أنا فقط أبقى عارف مادة، أنا مش بنقل مادة علمية، ده أنا بعلم ولادي إزاي هم ينتجوا مادة علمية فالحقيقة ده واحد برضو من الحاجات اللي هيعمل شوية يعني يقنن ويضع هيبة المعلم. لأن أنا بصراحة مهتم جدا بالمعلم، أن المعلم هو اللي هينجح الوزارة وهينجح وهيحقق الأهداف بتاعتها بإذن الله. مع الوزير طبعا وحضرتك طبعا عارف واتكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات، العجز اللي موجود عندنا ويمكن بعض المدارس بتستعين، مش بقول ده مبرر، ولكن قد يستعينوا بعض الناس اللي هم يعني محتاجين يعلموا الولاد اللي عندهم بناس مش متخصصة أو مش خريج كلية التربية زي ما حضرتك بتقول. لا ده مش هينفع، مش هيصح أبدا. وإحنا برضو ما زلنا نسمح بأن إحنا نرخص المعلم بالحصة. وعايز أزف قشرة لأبناء المعلمين، كانت الحصة لمن هم خارج التربية والتعليم، يعني معلم تربوي بس مش لا يعمل بالتربية والتعليم بعشرين جنيه. وكانت الحصة اللي جوه اللي داخل التربية والتعليم بثلاثة جنيه وثمانين قرش. طبعا أنا كنت يعني أزعل قوي إن أنا أقولها، ما كنتش أجرؤ إن أنا أقول ثلاثة جنيه لحد إمتى؟ السنة دي؟ كانت الحصة ثلاثة جنيه الحصة؟ ما أنا هقولم عليك أهو. الحصة للمن هو في التربية والتعليم لو خد حصة زيادة عن نصابه كانت بتقف بثلاثة جنيه وثمانين قرش. احنا رفعنا مذكرة لدولة رئيس الوزراء وتعرضت على السيد وزير المالية ووافق أن تكون الحصة بعشرين جنيه لأي سواء داخل الوزارة داخل يعمل في التربية والتعليم أو لخارجها. ودي حاجة يعني الحياة تبقى كويسة. أنا إيه، أنا المعلم بتاعي اللي شايل نصاب ولو خد له خمس حصص زيادة هيفرقوا معاه ماديا، وكمان أنا مطمئن على كفاءته كمان أفضل كتير ما يعني. فاحنا هنا هنوفر الايه الاثنين، هيبقى عندي المعلمين اللي هم من خارج التربيه والتعليم هيبقى عندهم فرصه لان هم نستعين بهم بعد اجراء مقابله من موجهين العموم معهم، وايضا من داخل التربيه والتعليم نقدر نستفيد بيهم. كده معناه زياده في مرتبات المعلمين، نقدر نقول كده؟ طبعا دي هتوفر لما هياخد فوق نصابه. يعني تخيلنا مثلا لو هياخد خمس حصص في الاسبوع الخمسه في 20 ب100 يبقى في 400 جنيه جايين له، وهو كده كده موجود داخل المدرسه. فده يعتبر يعني هو انا اتمنى ان نديله الوفات، لكن طبعا حضرتك عارف واحنا كلنا عارفين ان احنا بنتحرك في اطار موازنات. عظيم. سياده الوزير بتتكلم على دلوقتي حافز اضافي جديد للمعلمين في مع بدايه العام الدراسي الجديد على مرتبهم على اللي بياخدوه. لا هو بس انا مش عايز اقول حافز، في حافز للصفوف الاولى الاول ده حافز ده مقر والناس بتاخده المعلمين بياخدوه، لكن انا بقول لما هياخد حصص زياده على نصابه هياخد لها اجر. هياخد المبلغ اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هي ال 20 جنيه عن كل حصه لاي واحد بياخد مواد اضافيه او حصص اضافيه عن بتاعته. اي بالظبط كده. طيب ده الحقيقه في بقى انا اللي يهمني الحقيقه الانضباط داخل المدرسه وعوده اولادنا للمدرسه. فاحنا لما هنشتغل بالطريقه دي هيبقى عندنا فرصه ان احنا نعمل يوم رياضي يوم للانشطه. نعم. وبالتالي تصبح المدرسه جاذبه. والسيد الرئيس اكد علينا جدا الاهتمام بالموهوبين اكتشافهم ورعايتهم. فانا لما اعمل فترات المشاهده دي هيبقى النصاب بتاع الحصص يقل شويه فيديني مساحه ان انا اقدر اعمل انشطه وايام رياضيه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه وايضا بالتعاون مع وزاره الثقافه وكل الوزارات ذات صله بالانشطه. حضرتك اجلت دي الحاجه. اتفضل يا فندم. اجلت المدارس الى الاول من اكتوبر وان كله يكون في توقيت واحد. دي الحقيقه لاي اسره عندها طالب في الجامعه وبعدين عندها طالب تعليم قبل جامعي او تعليم اساسي،
فده خلاص هو. فاحنا الحقيقه راينا ان لما يبقوا مع بعض يعني كنوع من الارتياح للاسره المصريه. مره ثانيه انا بقول اولياء الامور شركاء، اساتذه التربيه الجزء اللي يتجزا من التطوير، المعلم اساسي من التطوير، لازم يشارك في التطوير. لن يعطي ولن يقدم الا اذا شارك المعلم في التطوير وتدريباته بشكل قوي. وعندنا معلمين على درجه عاليه جدا. استاذ احمد، لو المدرسين بتوعنا دول بيسافروا بره بتسمع عنهم ايه؟ حضرتك طلبت النهارده، حضرتك طلبت ايه من دوله رئيس الوزراء اليوم في هذا الاجتماع؟ طلبات حضرتك ايه من رئيس الوزراء؟ لا، هو انا عرضت عليه الخطه الحاليه اللي احنا هنتبعها هذا العام، والحقيقه يعني الراجل استجاب ووافق على بنود الخطه.